إنها دبي، دانة الدنيا، مدينة الماضي بكل عبقه والمستقبل بكل سحره. منها انطلق بنك دبي التجاري عام 1969، في وقت كانت فيه الإمارة تسطر قصة نجاح نادرة وتشق طريقها كمركز تجاري إقليمي في ظل قيادة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. بفرع صغير بديرة وعدد محدود من الموظفين يعملون بالأساليب اليدوية، بدأ البنك أعماله برأس مال قدره 10 ملايين ريال قطر ودبي. ومع إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، لعب البنك دوراً حيوياً في تمويل مشاريع البنية الأساسية والمشاركة النشطة في تطوير وتنمية مختلف قطاعات التجارة والأعمال والصناعة والخدمات في كافة إمارات الدولة. كان عام 1982 نقطة تحول رئيسية في مسيرة البنك، تمثلت في تحويله إلى شركة مساهمة عامة وطنية، مما ساهم في تعزيز مكانته وإطلاق طاقاته ليقوم بدور بالغ الأهمية كمؤسسة مصرفية وطنية تشارك بفعالية في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم وتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص. يتوج احتفال البنك بالذكرى 40 4 عقود حافلة بالإنجازات والنجاحات. تمتع البنك خلالها بمعدلات نمو قياسية شملت مختلف أنشطته وخدماته. حرص البنك خلالها على الموازنة بشكل دقيق بين استغلال كافة آفاق النمو والتوسع المتاحة مع الالتزام بسياسات رشيدة تتماشى مع أرقى المعايير. فخلال السنوات العشر الماضية فقط قفز إجمالي موجودات البنك من 6 مليارات إلى 36 مليار درهم، كما ارتفع إجمالي القروض والتسليفات من 4 مليارات درهم إلى 29 ملياراً، وشهدت الودائع معدلات نمو متميزة من 4.5 مليار إلى 26 مليار درهم. وترافقت هذه الإنجازات مع مواصلة البنك تنمية وتدعيم احتياطياته من خلال تعزيز قاعدة رأس ماله، بحيث اقترب إجمالي حقوق المساهمين من 5 مليارات في عام 2008. وفي إطار حرصه على تطوير خدماته وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي متطلبات عملائه، قام البنك بطرح التجاري الإسلامي والمتخصص بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية. كما أطلق برنامج الدانة المصمم ليلبي احتياجات عملاء البنك من أصحاب الثروات. وقد توجت هذه السياسات الرشيدة والمركز المالي السليم بتمتع البنك بمكانة رفيعة في الأوساط المصرفية الدولية وبتقدير متميز من مؤسسات التصنيف الدولية. وضع بنك دبي التجاري قضية توطين الوظائف ضمن صدارة أولوياته، انطلاقاً من استراتيجيته الرامية إلى استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية وتسليمها مواقع قيادية. وقد توجت جهود البنك بتمتعه بأحد أعلى معدلات التوطين في القطاع المصرفي وبحصوله على جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي وجائزة دبي للتنمية البشرية، إيماناً منه بأن دوره لا يقتصر على كونه مؤسسة اقتصادية فحسب، فقد حرص البنك على النهوض بمسؤوليته الاجتماعية من خلال الدعم المعنوي والمادي الذي يقدمه للجمعيات الإنسانية والخيرية
والمساهمة في رعاية العديد من الأنشطة الاجتماعية والفعاليات الرياضية والثقافية. وقد تجلى ذلك من خلال مساهمة البنك بمبلغ 20 مليون درهم في دعم حملة دبي العطاء. إننا وإذ نحتفل بعيدنا 40 فإننا نفتخر بتاريخنا الحافل بالإنجازات والأداء المالي المتميز، كما نتطلع إلى المستقبل بثقة وتفاؤل، وسنواصل سعينا إلى الاستفادة من كافة الفرص المتاحة للنمو والتوسع لكي نبني على نجاحاتنا في السنوات القادمة. وتبقى رؤيتنا كما كانت: الالتزام بخدمة مجتمعنا وترسيخ معايير الجودة في خدمة عملائنا وأداء مالي قوي لمساهمينا.